الحمد لله الخافض الرافع حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع. أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على العليم ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينه كل ضائع. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل. فكلنا في الدنيا ضيوف، والضيف لا بد له من الرحيل. لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل. وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل. كان رجل أتته المنية، رجل أوصى أولاده حين وفاته أن يحرقوه وأن يطحنوه وأن يتركوه في الهواء. فلما أتته المنية فعل به أولاده ما وصى به. فلما مات قال الله: يا أرض اجمعي ما فيك منه، ويا بحار اجمعي ما فيك منه، ويا هواء ائتي بما فيك منه. فعاد وقام إلى الله تعالى، فقال الله تعالى له: ما دعاك لذلك؟ لما أوصيت بهذا؟ قال: يا رب خشيتك، خشيت الوقوف بين يدي. قال الله: أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت كل ذنوبه. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نحن الآن سنجلس في أعظم مأدوبة ذكر، ألا وهي مأدوبة القرآن الكريم، في هذه الليلة الطيبة، ليلة تكريم وعزاء. أم الغالية ومربية فاضلة، والتكريم نوعان: تكريم في السماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتكريم في الأرض إذ ينادي المنادي: افرشوا لعبدي فراشا من الجنة ونعموه بنعيم الجنة. أسأل الله ربي أن يجعل صاحبة هذه الليلة في الجنة والدة معالي الأستاذ السيد عماد عبد الجليل موسى وعم الحاج خالد عبد الجليل موسى. الله أسأل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. نسعد سويا بالجلوس بين يدي الإبداع وملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، الذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. الله أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، داعيا معالي الدكتور إلى منصة القراءة مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً
من الأحبار والرهبان ليأكلون إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم
ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض دين القيم.
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إنما النسيء زيادة في يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم mm
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا لكم انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض Hmm.
عليك يا دكتور ان شاء الله يا دكتور. جامعه غاليه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله عليك يا دكتور صل على حضره النبي فينا
قد نصر فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
قريب. صدق الله العظيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من روائع سورة التوبة بصوت صاحب الجامعة الغائبة بالمقامات والروايات والملقب بملك المقامات بالعالم الإسلامي وسفير قراء مصر بالعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة مشاركة لنصرة الكريمة وللراحلة الكريمة والمربية الفاضلة والدة معالي الأستاذ عماد عبد الجليل موسى وهكذا الحاج خالد عبد الجليل موسى والحاج عبد الجليل عبد الجليل موسى سائلا ربي في عليائه أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليها وأن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته وأن يجعل ما تلوناه وقرأناه شفيعا لها يوم القيامة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أحدث الهندسة الصوتية وإذاعة القرآن الكريم ومن داخل كبرى مخازن الإنارة الذهبية وهكذا كبرى مخازن الفراشة والخيام المكيفة تحت إدارة الحاج مصطفى خليل وأولاده قرية المحمودية مركز ومدينة كرمس. واجب الخدمة الفندقية الممتازة عميد الخدمات الفندقية المتر محيا شحات عثمان قرية الكفر الجديد مركز ومدينة مين سلسين هندسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة المهندس رامي أسامة الرياض كما ننقلها لكم عبر القنوات الفضائية والمهندس المتألق والمخرج سعد عبد الله الجمالية القهلية وهكذا إبداع التصوير المهندس محمد مفيد ميت مزاح مركز ومدينة المنصورة. أيها الأخوة المؤمنون شاكرا باسمكم أخي ومعلمي الأستاذ فتحي كبشة كنت معكم عبد الوهاب عيسى من أسرة المذيعين أترككم في رعاية الله وأمنه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.